السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في محل دكتور كيف الجديد في بغلف، في مجمع بغلف، حيث قمنا بتركيب فيرتيكال فولدينج للواجهات الخاصة لدكتور كيف في بغلف. الآن ترتفع الظلف إلى أعلى بواسطة موتور كهربائي والتحكم بها بريموت كنترول، ثم تصبح على شكل مظلة للواجهة يمكن الجلوس تحتها. واحد. الآن يتم إقفال الفولدينج دور أيضا، يتم إقفالها بواسطة موتور كهربائي وتحكم بريموت كنترول. هذه الواجهات من تنفيذ شركة مصنع كريتيفال للألمنيوم، شركة مصنع الابتكارات للألمنيوم كريتيفال. الآن يتم إقفال فولدينج دور بواسطة اللوب أو بواسطة القفل يدويا. الآن يتم فتح الواجهة الجانبية الأخيرة في محل دكتور كيف. الآن تفتح الظلف على شكل فولدينج بحيث عندما يتم احتمال فتحة تصبح كمظلة كما قلنا سابقا. الآن الفتحة تماما وسيتم إقفالها الآن. طبعا يوجد لدينا ثلاث ظلف، ظلف ثالث بالأسفل وظلفتين متحركتين بالأعلى. الآن يتم فتح جميع الظلف لجميع الوحدات واحدة تلو الأخرى. هذه الأربع وحدات الخاصة في الجهة اليمنى تم فتح اثنين منها واثنين الآن يتم فتحها تحكم بواسطة ريموت كنترول. الآن يتم فتح اثنين فولدينج في الواجهة الأخرى على اليمين. الآن يتم إقفال الواجهات. عند إقفال الواجهات تصبح عبارة عن واجهة زجاجية ثابتة مقفلة بأحكام. والسلام عليكم ورحمة الله.